السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من اختطافات الليل إلى أصحاب البدلة السوداء، نعرض لكم أغرب 5 لقاءات مع الفضائيين كلايتون ودونا لي بهيوستن تكساس. كل من كلايتون ودونا كان قد عايش عدة تجارب اختطاف. معظم هذه الاختطافات قد حدثت قبل أن يتزوجا. عندما تم تنويم كلايتون لتستعيد ذكريات ما حدث لها، بدأت تصرخ وهي تقول أنهم يسلموني. الجانب المشرق هو أن كلاهما كان لديه ما يتحدث عنه أول ما التقيا. القائد الروسي كريسان نوميشوف. معظم حوادث الاختطاف تحدث بشكل عشوائي لأشخاص من شتى بقاع العالم. مع ذلك كريستيان مر بتجربة خاصة مع الاختطاف، حيث استيقظ في أحد الأيام على أنبوب شفاف قام بسحبه إلى مركبة فضائية، ثم حامت هذه المركبة خارج غرفته. على حسب قوله تم استقباله من طرف نوع من الكائنات الفضائية التي كانت ترتدي بدلة فضائية صفراء. هذه المخلوقات على ما يبدو كانت تود عقد شراكة مع كريسان بما أنها أخذته في جولة بالمركبة. على الرغم من هذا لم يتواصلا بلغة مفهومة، لكن كريسان يعتقد أنه كان بين كليهما اتفاق متبادل أثناء اللقاء. كيلي هايلي. بينما هي متجهة للمنزل رفقة زوجها، لاحظت شيئا مضيئا يحوم في السماء. ذلك الشيء كان يحتوي على دوائر برتقالية كبيرة، بدا كأنها تحمل أشخاصا بداخلها. وعلى حسب القصة هناك سيارة أخرى اتجهت نحو هذا الشيء لمعرفة ما هو. الأشخاص الذين كانوا بالسيارة الثانية شاهدوا أيضا ذلك الشيء الغريب، لكنهم فضلوا عدم التصريح بشيء وترك هوياتهم مجهولة. غابة راندلز شايم. في إحدى ليالي الشتاء تم رصد ضوء قرب قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني. على الرغم من هذا فإن في تلك الليلة مجموعة من الجنود اتجهت نحو مصدر الضوء. السلطات المعنية ذكرت أن ما لوحظ لا يشكل تهديدا. عند وصولهم لاحظوا مركبة فضائية قد هابطت مرفوعة على 3 أرجل. في اليوم الذي يليه رجعوا إلى المكان لكنهم لم يجدوا المركبة، وكل ما وجدوه هو آثار لإشعاع ما على الأرض. المثلث البلجيكي. أكثر من 30 شخصا شاهدوها، وثلاثة أفراد من الشرطة صرحوا أنهم شاهدوا مثلثا مشعا لمركبة فضائية في السماء. واحد منها حدد مكانه من قبل رادارات للقوة الجوية، وتم إرسال طائرتان استطلاعيتان من طراز F-16. جهودهم باءت بالفشل، والمركبة طارت بعيدا بمجرد اقتراب إحدى الطائرتين.